يرفض اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ربط حقهم المكتسب بالعيش بكرامة حتى عودتهم إلى أرضهم من خلال الخدمات التي تقدمها وكالة أونغورا. والابتزاز السياسي الذي تمارسه الإدارة الأمريكية بتهديدها وقف دعم الوكالة حتى عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات. هذا التهديد يأتي بالتوازي مع تقليص لخدمات الأونغورا في أو على كل المستويات خاصة الطبية. تعاني ميزانية الأونروا من تراجع في التمويل وبالتالي نقص في الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وإذا كانت الاحتجاجات والشكاوى تنصب على أداء الوكالة، فإن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف دعمها وربط ذلك بعودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات مع الإسرائيليين يفتح الباب أمام اشتباك سياسي يرى الفلسطينيون في لبنان أنه طويل الأمد ويحتاج إلى إرادة قوية للحفاظ على حقهم في العودة إلى وطنهم دون الخضوع لأي عمليات ابتزازية. علينا كفلسطينيين بعد المجلس المركزي أن نعزز صفوفنا وأن نخطو خطوات في هجوم بالدبلوماسية الدولية وبعلاقات مع الدول لإلغاء كل الآثار التي خلقها سلبا موقف ترامب ومؤيديه من الصهاينة. وتقدم أونروا خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا، وتعد الولايات المتحدة أكبر مانحي الوكالة إذ تقدم نحو 370 مليون دولار من إجمالي نحو 874 مليون دولار تحصل عليها الوكالة كمنح. الشعب الفلسطيني حتى بوجود الأونروا والخدمات التي هي أساسا ضئيلة يعاني من العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية إلى ما هناك من مشاكل، وأعتقد أن هذا القرار سيؤدي إلى انفجار اجتماعي لدى شعبنا الفلسطيني. عند إنشاء أونروا عام 1950 نص قرارها الدولي على تكليفها بتقديم العون إلى اللاجئين الفلسطينيين لغاية عودتهم، وبذلك ارتبط اللجوء بالعودة. ماذا يقول اللاجئون الفلسطينيون في لبنان عن هذا القرار؟ في حال يعني انتهى دور الأونروا انتهى دورنا كلاجئين فلسطينيين، بالتالي ما عاد عندنا لا حماية قانونية ولا تغطية دولية بهذا الموضوع. احنا بنأيد أي تحرك من أجل مساعدة الأونروا لثباتها على موقفها وتبقى أنه دائما إلى جانب الفلسطينيين في مخيمات لبنان بالتحديد. اليوم نوجه رسالتنا إلى العالم بأكمله، لا تدعوا الأمريكان متفردين في القرار بحق شعوبنا. إذن هي معركة وجود، هكذا يرى اللاجئون الفلسطينيون في لبنان المحاولات المستمرة لإنهاء وجود وكالة الأونروا وطي أحد أهم الملفات في طريق إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. حنان عيسى لقناة CGTN العربية، بيروت.